تحية طيبة للجميع، معكم صديقكم معاذ الهبطي في فيديو جديد على قناتكم إلكترو معاذ. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة استبدال مصابيح عداد السرعة عوض اللجوء إلى ورشة التصليح. إذا بداية سوف نقوم بتفكيك هذا الجزء لكي نقوم باستخراج العداد. وبالنسبة إلى الشرح الذي سوف نقدمه لكم اليوم سوف ينطبق على جميع أنواع السيارات، أما بالنسبة إلى السيارة التي أشتغل عليها الآن هي سيارة ميتسوبيشي إيلدوسو. إذن هذه هي المصابيح الجديدة التي سوف نقوم بتركيبها. ومن أجل فحص المصابيح القديمة فنحن بحاجة إلى مصدر تغذية 12 فولت. بداية سوف نقوم بتفكيك المصابيح الرئيسية وهي المصابيح الأكبر حجما. بعد ذلك سوف نأتي بمصدر التغذية الذي هو 12 فولت، ثم سوف نقوم بتجربة كل مصباح لوحده. كما تلاحظون فهذا المصباح فهو عاطل، وبالنسبة إلى هذه العملية سوف نقوم بتكريرها مع جميع المصابيح. إذا بعدما قمنا بفحص المصابيح الرئيسية الآن سوف نقوم بتغييرها. ونفس العملية سوف نقوم بتكريرها مع المصابيح الصغيرة.
إذن بعدما قمنا بتغيير المصابيح المعطلة والمصابيح التي بها أضواء رديئة، الآن سوف نقوم بتركيب عداد السرعة. وكما تلاحظون هذه هي النتيجة.